يقال والعهد على القائل بأن الاتحاد الإماراتي قدم 10,000 دولار لكل لاعب بالمنتخب السوري مقابل الفوز على العراق، ردكم على مثل هذه الاتهامات؟ بطبيعة الحال أنا هذا السؤال تحديدا بدي أتركه كنت للأستاذ عزام الكويتي مدير العلاقات الخارجية في اللجنة الأولمبية السورية، هو بجانبي الآن، لأنه يعني أتمنى أن تسمعوا التعليق والتصريح الرسمي في هذا الموضوع. طيب الأستاذ عزام تفضل. ألو، مساء الخير أستاذ عزام. مساء الخير أستاذ علي. أهلا وسهلا. ومساء الجمهور العراقي الحبيب وأهلنا الحبايب في العراق. الله يسلمك. أنتم حبايبنا يا هشام ومنورينا، وطبعا أسطورة الكرة السورية فراس الخطيب معنا، فهذا يكفي. لا تجيب لهم اسمي. والنعم 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 والله. يقول لا تجيب لهم اسمي. خليهم. ليش؟ لا تحرجهم، لا تحرجهم. بالعكس نحن نتشرف فيه. كابتن فراس هو علم كبير من أعلام سوريا اللي قدمت للبلد. أكيد أكيد. وكانت بوقت من الأوقات فرحت الجمهور كله. بالتأكيد. أستاذ عزام، يقال أنه هناك بيع لهذه المباراة. يعني عفوا أنا أقول لك ما يدار في السوشيال ميديا وفي صفحات السوشيال ميديا بالعراق، بين المنتخب السوري تلقى 10,000 دولار مقابل الفوز على المنتخب العراقي، وربطوا هذا الموضوع بعدم الرغبة بنقل المباراة كون المنتخب الإماراتي هو منافس للمنتخب العراقي على بطاقة الملحق. شون ترد على مثل هذه الأقاويل؟ أول شيء أستاذ علي أتمنى على الجمهور العراقي عدم توتير الأجواء بإطلاق الاتهامات جزافا، لأنه الرد حيكون بأرض الملعب. ونحن يعني تاريخيا بشهدنا نحن نعطينا البياض، ولا نحن أول شيء نلعب للبلد ولسوريا ونلعب لجمهور البلد. نحن على مسافة واحدة من العراق والإمارات، أنتوا عين هاي وهن العين الثانية، يعني فأنتوا اثنين أغلى من بعض عنا. فلازم تعرف شغلة أستاذ علي، نحن ما عنا هالقاموس هذا نبيع مباراة ونشتري مباراة. بقى بتمنى من الجمهور العراقي يهدي حاله شوي، وصدقا ولا حدا كلمنا لا من الإمارات ولا من العراق ولا نستقبل مكالمات ولا أي شيء بهالخصوص. نحن أرض الملعب هي الحكم، نحن منقدم شيء للجمهور ومنقدم أداء حلو للجمهور. طب أستاذ علي فيني أسألك سؤال؟ إذا خسرنا مع العراق بتقولوا أنتوا راشيننا مثلا؟ لا أبدا، بس أنا حتى هذه الأمور لا حد يتناقلها اليوم وباكر وبعد المباراة، وممكن إحنا يعني إذا فزتوا علينا هاي كرة قدم، وإذا فزنا عليكم هذه كرة قدم. الجمهور ما له علاقة بالتيم تبعنا. نعم. هيدي الشغلة لازم تعرفها، يعني اللاعبين أغلبها ما عم تشوفش على كيف السوشيال ميديا. طيب. وأنتوا أهلنا وهن والإمارات أهلنا. بالملعب هو الحكم والفيصل. زين. نحن ما بيصير ينحكي هذا الحكي ونحن أشقاء ونحن أهل. أكيد. نحن ناس بإذن الله ما بنبيع مباريات ولا مشتري مباريات، نحن بننزل على ارض الملعب، فريقنا فريق شاب، فريق طموح، بده يلعب، بده يقدم، بده يغير الصوره السيئه اللي كانت ببدايه التصفيات. زين. لو قلبنا الامر استاذ علي، هل يقبل العراق ان يعطي مباراه لمنتخب اخر؟ ابدا. كيف حيكون موقف الجمهور العراقي؟ الكل راح تتهم بالخيانة والمؤامرة والتخاذل، وهذه موجود نحن بالضبط. سواء في سوريا والعراق نفس الشيء. انا بعرف استاذ علي، انا بعرف يعني اذا بده يصير بيع لاي مباراه باي مكان بالعالم فتنباع مشان يخسر الفريق، مو تنباع مشان يربح الفريق. اكيد مو منطق الموضوع. طيب فنحن بنتمنى لكم، انتم اشقائنا والامارات اشقائنا، طبعا نحن بنتمنى نكون بالتصفيات، بنتمنى نكون بالملحق، طبعا رب العالمين ما رد. والشغل الثاني الاهم، انت تعرف علاقتنا جيده مع ايران، نحن تتذكر تصفيات الماضي ما كان فينا نحن نحكي معهم ونكلمهم وكنا تاهلنا نحن وياهم صح على الدور الثاني، طبعا ما سوينا شيء نحن ونزلنا على ارض الملعب ولعبوا رجال ولعبنا رجل لرجل، شفت المباراه. هو هذا كلامك؟ نعم. نحن انه نشتري او نبيع مباراه، هذا منتخب البلد، هذا منتخب جمهور البلد، هذا منتخب سوريا، لا يباع ولا يشترى ولا احد يقدر يبيع ويشتري فينا مين ما كان. فنحن انتم عيننا هي والامارات عيننا الثانيه. الله يسلمك. نحن حنلعب بالارض،
هذا الموضوع اللي عم يصيروا جماعة السوشيال ميديا عم يعطي تحفيز أكبر للاعبين أن يلعبوا بقوة أكثر بالملعب. يعني هذا الموضوع عم يأثر على الفريقين. نحن حننزل على أرض الملعب صرنا على تحدي من أثبت نزاهتنا ونزاهتنا. شباب نزلوا السي جي اسم الصاد عزام الكويفي نزلوا السي جي. حطيت لكم الصفة شباب نعم. حطيت لكم الصفة نزلتك إياها أحمد على الواتساب. نعم صاد عزام تفضل. نعم نحن حابين نحتفل بفريق عربي أهل الملحق إن كان العراق أو إن كان الإمارات. فاتنيننا عرب نحن وحنشجعكم وحنشجع الإمارات لأنه نحن لازم نكون فريق عربي بالملحق ونكون كلياتنا واقفين وراه. زين أستاذ عزام نحن نتمنى التوفيق لكل الأسرار. طيب أستاذ عزام يقولون لماذا الاتحاد السوري رفض طلب العراق بنقل المباراة إلى عمان أو إلى الدوحة أو إلى السعودية ولا أي بلد آخر؟ ليش؟ لأن الفريق المنافس هو المنتخب الإماراتي. تمام. أنا نحن شوف للأمانة ولا شخص كلمنا من الاتحاد الإماراتي ولا حدا حكى معنا ولا صار أي تواصل معهم. هم بيعرفونا وبيعرفوا أنه نحن لا يمكن نتجاوب مع قصص أنه يعطونا أو نعطيهم وبيعرفوا أنه لا لا, ما لا لا أنا هاي غادرت أستاذ عزام. أنا هذا غادرت التساؤل. أنا قلت الطلب العراقي جوبه بالرفض من الاتحاد السوري بنقل المباراة إلى بلد آخر نقلها من الإمارات. لا هي نحن أساسا كانت مبارياتنا في الأردن في استاد الملك عبد الله. نحن نقلناها للإمارات. الطقس والجو الموجود بناسب اللاعبين وسوء الأرض. تعرف أنت الأردن الأرض كانت سيئة حتى يعني حتى مباراتنا مع الامارات شفت انت الكره اللي فلتت من الحارس وفاتت فينا جول. يعني بقى هي الارض في الامارات جيده واللاعب والفريق الاجدر هو اللي بيثبت وجوده باي مكان وليس بالامارات ولا طيب. بقطر ولا هي حضرتكم نقول لكم وجود كنتم بالعراق انتم لا سمح الله ما تربحوا على الامارات. هي السعوديه نقول لكم ربحتوا على الامارات. يعني هذا مو مو مو, مو ميزان. زين يعني هي كمان الامارات مانا ارضنا فهي لانا ارضنا ولانا ارضكم يعني لا لا هي وهي لين المنتخب الاماراتي منافس الإمارات. استاذ عزام لين المنتخب الاماراتي منافس المنتخب قبل ما تكون بدياني هيدي المنافس معك. طيب. يعني نحن من المره الماضيه عم نلعب على ارض الامارات لعبنا مع كوريا على ارض الامارات هي خارج ارضنا اللعب. استاذ عزام فراس الخطيب معك. استاذ عزام كيفك شو اخبارك؟ نعم اجد واحسنت الكلام بس انا بدي هن بس مشان اوصل الفكره انا مشان اوصل الفكره هن عم يقولوا هل الاتحاد العراقي طلب نقل المباراه لتصير في العراق طلب نقل المباراه لشو تنتقل المباراه من دبي الى العراق صار شيء هيك ولا بيصير ما بيصير اتوقع انا ما بصير يعني ما بصير المباريات كابتن فراس تعرف تتحددت وتضبطت من قبل ما يكون في هيدي المنافسة. صحيح يعني انا حكيت هيك امبارح بالبرنامج بس انا بدي اتاكد منك مشان كمان الشباب يتاكد.